أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تهيئة كافة الأسباب التي تعزز قيم الإبداع والتميز لدى الشباب البحريني في كافة القطاعات ومنها الرياضية، مشيرا سموه إلى أن مسارات التطور في الحركة الرياضية والشبابية تبعث على الفخر، ونعتز بالكوادر الوطنية الشابة التي يدفعها حب التحدي والإنجاز لصياغة قصص نجاح للبحرين في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، لتنضم لسجل الإنجازات البحرينية المشرفة التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة، وذلك لتقديم الشكر والتقدير لسموه على دعمه لإصدار قانون الاحتراف الرياضي والذي يأتي في إطار اهتمام سموه بقطاعي الشباب والرياضة. كما حضر اللقاء معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. وقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بتعزيز المسيرة الرياضية والشبابية بمملكة البحرين وتبني المبادرات التي ترسخ إسهامات قطاعي الشباب والرياضة في منظومة الإنجاز الوطني، مشيدا سموه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وما يقومان به من دور كبير لمواصلة العمل على تطوير قطاعي الشباب والرياضة بما يحقق التطلع المنشودة. وقد رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بقطاعي الشباب والرياضة ودعم سموه المتواصل لكافة المبادرات التي تحفز قيم البذل والعطاء لدى أبناء الوطن وتفتح المجال واسعا أمامهم نحو مزيد من الإبداع والتميز وتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل في مختلف المحافل الرياضية.